السلام عليكم، أنا في وسط مشروع تجاري لكنه غير ربحي، لأنه اجتماعي له هدف وله تأثير على المجتمع. كيفية إدارة المشاريع الاجتماعية بطريقة احترافية هو موضوعنا اليوم في سيدتي إن بزنس، معايا أنا ولاء نحاس. أنا سوسن عبد الله عالم، مؤسسة مشروع الأبتر. حلقة اليوم فيها حساسية عالية لأنها قد تتقاطع وقد تتضاد مع قناعات لدينا. اليوم بندور حول سؤال واحد، وهو كيف نستطيع كسيدات توسيع دائرة مشاركتنا في تأسيس وإدارة العمل الاجتماعي والنشاطات الخيرية مع ضمان دخل مادي لنا أو لمشروعنا دون أن يمس ذلك المنفعة الكاملة اللي نبغى نوصلها للمجتمع. لدينا في ذاكرتنا المشتركة حكايات ووصايا عن أن العمل الخيري والاجتماعي يشوه وجود نوايا مسبقة بتحويله إلى وسيلة كسب. هذه الفكرة منعت عقول كثيرة من استكمال أفكار مفيدة لخدمة المجتمع وجعلت نساء كثر يتوارين عن المشاركة، بينما في بلدان كثيرة يوجد استثمارات عريضة واحتراف كبير لإدارة العمل الاجتماعي والخيري، بل توجد مؤسسات وشركات كبرى متخصصة تصنع أفكار وتنظم حملات وفعاليات ذات نفع للمجتمع وتكسب أموال عالية كذلك فيها تقدير للمجتمع وثقته. ضيفتنا اليوم سوسن العالم، المؤسس والمدير العام للنبتة، شركة اختارت أن تكون لها أهداف توعوية في خدمة البيئة لكنها قررت إدارتها باحترافية ورسمت لها طريق الاستدامة. المؤسسة الاجتماعية هي مؤسسة تعمل بشكل خالص بشكل ربحي من أجل تحقيق أهداف اجتماعية مستدامة. الهدف الأساسي للشركات أو المؤسسات الاجتماعية هو خلق تأثير اجتماعي مستدام، بمعنى أنه الفائز أو الهدف الأساسي من هذه المؤسسات هو أن يفوز الكاستمر أو الزبون أو الإنسان بصفة عامة. ميزة الرائد الاجتماعي أنه ينظر لقدام، ينظر للمستقبل، ينظر لإيجاد علاجات وتأثير جيد جدا مستدام في المستقبل، وهذا اللي يجعل المجتمع دائما بوجود رواده الاجتماعيين يصبح افضل. مشروع النبتة هو مشروع خدمة مجتمع في الجانب البيئي، فاحنا يعني النبتة قائمة على نشر الوعي البيئي في المجتمع. طبعا من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة احنا بدأنا بورش عمل، بدورات نقدمها في اماكن مختلفة بس مع التركيز على المدارس اللي هم طبعا جيل المستقبل. تركيزنا هنا واحنا متبنين غرس القيم، يعني المتدولوجيا او طريقتنا هي غرس القيم التي تؤدي الى تغيير السلوك. فرحنا هو ان احنا نعمل انشطه تعليم ترفيهيه بالتعليم او تعليميه بالترفيه، فكل يعني اللي يدخل فعاليه النبتة كل نشاط يدخل الطفل حينبسط ويعني حيكون يمضي وقت مرح لكنه حيخرج دائما بالقيمه المضافه. مفهوم الرياده الاجتماعيه هو مفهوم جديد ولسه ما هو منتشر بشكل جيد جدا في العالم العربي، ولكن الشيء الجيد جدا انه في الان كثير من الشباب والبنات اللي فعلا عندهم شغف ورغبه انهم يكونوا ضمن هذا القطاع، يكون عندهم هذا الشغف وهذا التاثير الاجتماعي. عالميا في كثير مؤسسات وفي كثير شركات وفي كثير شباب وبنات فعلا ورواد مهتمين في صناعه فرق وتاثير اجتماعي كبير، وعندهم هذه الكيانات والمنشآت اللي بتأثر بشكل إيجابي على نطاق العمل الاجتماعي أو التأثير الاجتماعي. موضوع البيئة ثغرة في مجتمعنا، يعني هو موضوع قليل طارقوه، يعني مو كثير الناس بتتطرق لموضوع البيئة، فبدأنا من هنا. وطبعا قبل ما نبدأ أو قبل ما نخطو أول خطوة سألنا ناس مرة كثير، لأنه في الأول أوكي حنبدأ في البيئة إيش نسوي؟ ما احنا عارفين إيش نسوي، يعني
يعني ما عندنا اي فكره احنا ايش نسوي. لا احنا مؤسسه ولا احنا جمعيه ولا احنا ولا اي حاجه, احنا مجموعه نبغى نخدم مجتمعنا. يعني هي كانت اول مجموعه كتيبات او ورش عمل. في النهايه احنا اللي سويناها, يعني كل الجهود اللي اتحطت فيها كانت جهود تطوعيه, والطباعه حقتها كانت طباعه بسيطه فصرفنا عليها من عندنا. كنا نجتمع واشتغلنا فتره من بيتي, وانا اقول يعني ما في شيء يوقفنا. يعني بعدين احنا اسسنا الكيان, اخذنا مكتب, بعدين رجعنا مره ثانيه للزيرو, رجعنا صفر. فرجعت بيتي قلت لهم ما في, ما احنا قاعدين ندفع ايجار مكتب, ايش المشكله؟ فنكون صفره بيتي فيها طابعه ونجتمع كصار في فريق عمل موظفات. فقول لهم ما في شيء يوقفنا, طيب احنا نبغى نخدم مجتمع ونبغى نترك بصمه, ننطلق. بعد كده شويه رجعنا مره ثانيه اخذنا مكتب, الحمد لله انت شايفته, وانطلقنا مره ثانيه وبدانا نطور. وقتها انا قلت انا ما برجع للصفر مره ثانيه. وقتها قلت انا لازم انوع مصادر دخلي. صحيح نعتمد على الرعايات, وما زال عملنا معتمد يعني في جزء كبير منه على الرعايات, لكن وقتها جاتني فكره ان احنا لازم نعمل منتجات, نعمل برامج اخرى تعمل لنا تدخل لنا فلوس عشان نضمن الاستمراريه, وفي النهايه كله للمجتمع. بدايات رواد الاعمال الاجتماعيين دائما تكون صعبه, لانه مع انها الفكره دائما تكون مدعومه, يعني المجتمع يحبك, يعني لما تسوي حاجه للمجتمع المجتمع دائما داعم لك ويؤمن بك ويشعر انك انت جزء لا جزء من هذا الكيان. ولكن في نفس الوقت هي صعبه جدا, لانه حتفكر طبعا كيف حبيع منتج معين بسعر بسيط واثره كبير. والناس هل هي جاهزه اليوم تشتري مثلا منتجات غاليه ولكن مثلا تكون اورجانيك, تكون عضويه؟ فيواجه مشكله مره كبيره في هذا القطاع. فمن الجيد جدا انه يكون في وعي, يكون في المام, يكون في قدره جيده على دراسه السوق بشكل جيد. يعني اليوم مو عشان انت عندك كوز او عندك مفهوم اجتماعي معين تبي تعالجه انك حتقفز مباشره للسوق, لا, ادرس السوق صح. هل اليوم حتستطيع انك تستمر ولفترات وسنوات قادمه وتكبر وتعمل فروع وتاثر بشكل جيد على المجتمعات اللي حتشتغل فيها, او هي مجرد شغف ورغبه لحظيه معينه؟ طبعا احنا مرينا بتحديات كثيره من اول ما بدانا. اول تحدي نقنع الناس بينا. فحكايه انك تعملي بايلوت بروجكت صغير وتنطلقي به وتبدا تبني قصه النجاح, هذا يذللك هذا التحدي, تبدا الناس تقتنع بيكي وبطرحك. التحدي الثاني انه احنا كلنا كيان رسمي. بعد ما تطور العمل الان انا بدات اتوجه للشركات, طب اتوجه لهم باي صفه؟ فاضطريت اني نعمل كيان رسمي. الكيان الرسمي كان اسهل شيء ان انا اسجل الشركه. طبعا احنا وفت الكرايتيريا حقت مؤسسه مجتمع مدني, بس وقتها ما كان موجود, فاحنا عملنا شركه, اسست شركه, فهذه الحمد لله حليناها بأن احنا سجلنا كشركة. التحدي اللي كان بادئ معنا وما زال مستمر معنا اللي هو أكبر تحدي عندنا اللي هي العقبة المالية والتحدي المالي, اللي احنا الآن يعني حليناه جزئيا, مش 100%, بس احنا في طريق حله اللي هي الاستدامة المالية. اخترعت الأسواق الحديثة مسميات مستقلة زي العمل الاجتماعي, المسؤولية الاجتماعية, وحتى الفرق التطوعية كأبواب مستقلة لتمييز نشاطها في اختلاق أفكار وأنشطة تملك حلول لإشكالات اجتماعية دائمة أو حتى مؤقتة, وأيضا حتى منظمات محلية أو دولية. لكن هذا ما يعنيني أنا كاقتصاد أو حتى كجهد كبير على شكل منظمات. أنا معنية بكيفية أن تستطيع النساء سواء كانوا أفراد أو حتى مجموعات صغيرة على اختلاق أفكار وجهد نافع للمجتمع, وفي نفس الوقت بيمنحهم مردود مالي مجزي. أنا عيني بدون شك على أهمية تشجيع أكبر عدد من النساء على التواجد في عالم أعمال العمل الخيري والاجتماعي, ليس من أجل أن يحوزوا على مقابل مادي وجهد وأفكار, بل من أجل أن تتكاثر في مجتمعاتنا مبادرات وحملات ذات نفع كبير للمجتمع, وكمان في نفس الوقت بتقدم حلول. في المدن المتوسطة والصغيرة بتبرز الحاجة أكثر لهذا النهج نتيجة غياب الشركات والمؤسسات المتخصصة في المسؤولية الاجتماعية. نشوفكم بعد الفاصل. تتمحور قضايا الريادة الاجتماعية حول احتياجات المجتمع, لكنها ليست نشاطا اجتماعيا أو عملا تطوعيا بحتا, ولا يجب أن يعتمد على المنح أو التبرعات لتمويل أنشطتها ومشاريعها.
الرياضة الاجتماعية منهج لحل المشاكل التي تواجه المجتمع بابتكارات جديدة ومبدعة، بس الأهم أن تكون بطريقة مستدامة وريادية، وأن يتم ذلك بفكر إداري احترافي حتى لا يتعرض المشروع للفشل. خلونا نشوف سوا كيف قدرت سوسن تأمن دخل مستدام للنبتة والتحديات اللي واجهتها للوصول لنقطة التعادل في مشروعها واللي بتساوي عندها التكلفة مع الإيرادات. أهم تحدي يواجهه رائد الأعمال الاجتماعي هو طريقة الاستمرار، لأنه المشكلة الأساسية في البيزنس موديل أو سموها طريقة الدخل أو طريقة عمل هذا المشروع هي التحدي الأساسية، وكثير كثير جدا من هذه المؤسسات بيقع في هذه الإشكالية وما يستطيع حقيقة أن يتجاوز هذه المرحلة فيقع أو يتوقف. فاليوم أكبر تحدي هو إيجاد بيزنس موديل أو إيجاد طريقة دخل أو عمل جيد جدا تناسب مع الاحتياج اللي أنت بتحاول تعالجه وتقدم من خلاله التأثير المراد، ولكن يكون عندك كمان طريقة استمرار واضحة جدا، طريقة دخل واضحة جدا، طريقة عمليات واضحة جدا، ما يكون التأثير أو فكرة الاجتماعي هو الغالب على طريقة تفكيرك أنت، فتبعد عن موضوع العمليات، طريقة تحليلك للمنشأة، طريقة أنك أنت تبني المشروع بشكل جيد واضح، يكون عندك أنظمة HR واضحة. كل هذه الأمور يجب أن تكون موجودة من أجل أن يستمر هذا المشروع. فيجب أن ننظر للمشروع بشكل جدي، بشكل واضح، بشكل فيه احترام وحتى احترافية كبيرة للقيمة المراد تقديمها، وكمان لنظام العمل الخاص بهذه المنشأة. رعايتنا في المدخول المالي في الأول كان على الرعايات لتأمين الموظفات وتأمين كمان برامجنا اللي هي لدخول المدارس يعني في معظمها. بعد كده احنا عملنا خط المنتجات علشان نأمن دخل مستدام للنبتة، وبدي أطور قسم المنتجات أوظف فيه سيدات الأسر المنتجة وأوفر منتج لتحتاجه الشركات وأعمل دخل النبتة عشان مرة تانية يعني كان الفلوس دي تدور تنضخ للمجتمع مرة تانية عشان أنا كمان أقدر أقدم برامج للمجتمع لغرس القيم البيئية. الربحية مهمة، ولكن الأهم من الربحية أنه ما يكون تركيز الأساسي كرائد اجتماعي هو التركيز فقط على موضوع الربحية، لأن الربحية من خلالها إذا أنا مركز فقط على الربحية وما ركز على الأثر الاجتماعي الحقيقي اللي من خلاله حابب إنه أنا أثر على المجتمع. ولكن في نقطة برضو مهمة، ما يكون هذا التأثير الاجتماعي أو الأثر الاجتماعي وغيره غطاء لتلبية احتياجات ورغبات وجشع خاص أو داخلي لخلق أرباح مادية من خلاله. فالمهم جدا زي ما قلنا إحنا أول إنه يكون الهدف الأساسي يا سيدي ويا سيدتي المهتمين جدا في موضوع خلق رواد أعمال اجتماعيين هو أن يكون تأثيرك الاجتماعي والاستدامة هي الرقم واحد حقيقة في تأسيس هذه المنشأة. من الرعايات احتجزنا مبلغ وأسسنا به النادي البيئي، فإحنا كنا هذا عملنا أولوية لتأسيس النادي، والحمد لله الآن النادي بيغطي مصاريفه لسه، يعني احنا دمنا واصلين البريك ايفن تقريبا في النادي، فاحنا ان شاء الله كده نطمح انه على الصيف نبدا النادي يعمل لنا دخل باذن الله تعالى. بالتالي احنا في النبتة بقى لما الحمد لله اتوسع عملنا وتطور عملنا اسسنا قسم التطوع مسؤوله عنه واحده متخصصه فقط في المتطوعين، لان احنا عملنا لما نخرج للمجتمع لما يكون عندنا فعاليات يعني احنا فريقنا صغير، فاحنا ما شاء الله نستخدم طاقات الشباب بناتنا وابناء المتطوعين، يعني احنا ساعات نوصل ما شاء الله ل 180 200 200 وشويه متطوع في الفعاليه، فانا حريصه جدا على يعني استخدام طاقات الشباب واقول لهم انتم ركن من اركان النبتة، انتم سبب نجاح النبتة، لانه انا لو ما عندي متطوعين احنا ما نجح، من فين اجيب الطاقات هذه كلها؟ فبالتالي احنا المتطوعين عندنا كيف قسم التطوع يتم تدريب المتطوعين هذولا، وطبعا تقديم دورات لهم وتقسيمهم لمجموعات وتدريبهم تدريب شديد وجامد على كل مهام، يعني كل مهمة من المهمات اللي هم حيتولوها. اليوم يا جماعة تستطيع انك يكون عندك مستثمرين، يكون عندك قرض، ويكون عندك أي كان وسيلة تمويل لك عشان تبدأ مشروعك الاجتماعي، ولكن هو التحدي فين؟ التحدي ليس هنا، التحدي انه يكون عندك بيزنس موديل واضح، يكون عندك دراسة لمشروعك، دراسة جدوى واضحة، يكون انت عارف ايش حتسوي، عارف حتبيع لمين، عارف حتخدم مين. يعني مو غلط اليوم انه يكون عندنا مثلا برامج تلفزيونيه، يكون عندنا مثلا منتجات نبيعها، يكون عندنا خدمات بنقدمها، كل دي الامور مسموح بها انك تشتغل بها، ولكن يجب ان يكون عندك دراسه جدوى واضحه جدا، عارف كم حتكسب، عارف كم حتشتغل، عارف كيف حتاثر، عارف كيف حيكون مشروعك يوم الايام يصل لابعد مساحه ومدى ممكن.
فاليوم مو غلط زي ما قلنا نحن يكون مشروعك ربحي، مشروعك ربحي ممكن يكون حتى ممكن تكون انت يوم من الايام غني من خلال مشروع ربحي او مشروع قصد اجتماعي. دراسه جدول عملناها كثير ساعدتنا انه احنا نعرف ايش الاسعار اللي نحطها، ايش المتوسط البادجت في مساحه المكان وفي الموقع، قديش الناس ممكن تدفع، وبالتالي خلاني اعرف اصمم برامجي واعرف مثلا اصمم الميزانيه حقتي واعرف متى انا حوصل للبريك ايفن، متى حيكون عندي مردود مالي. في النهاية عشان أنا يكون عندي استدامة مالية لازم أعمل تخطيط مالي جيد، لازم يكون في تخطيط مالي وأعرف أنا إيش توقعاتي، لأنه ممكن أنا أكون داخلة في المشروع ويكون مثلا توقعاتي أعلى كثير من الواقع، فدراسة الجدوى تخليكي في حيز الواقع مع تطلعاتك للمستقبل، فبالتالي أنا أعرف كيف أخطط ويعني وبالتالي أعرف أخطط صح للمستقبل. في الحقيقة ما يفرق كثير من مؤسسة ربحية ومؤسسة اجتماعية من ناحية تحقيق نقطة التعادل أو بريك إيفن، لانه الفرق هنا انه ممكن تكون في مؤسسه اجتماعيه اشتغلت مره كويس وخلال فتره مره قياسيه قدرت انها تغطي جميع تكاليفها وتبدا تربح بشكل جيد جدا، في حين مثلا في مؤسسه ربحيه ممكن تقعد 4-5-7 سنوات وتخسر، يعني ما تشتغل صح. فما نستطيع نقول مثلا ده احسن من ده او ده مثلا يقدر يقفل اسرع من ده، ولكن نقدر نقول انه ده تحدياته مختلفه عن ده. يعني المؤسسات الاجتماعيه اليوم تحدياتها مختلفه عن المؤسسات الربحيه لانها لسه جديده، فأكيد فيها تحديات جديدة، في تحديات مختلفة، في توعية لسه ما هي موجودة تحتاج أن توجد، ففي تحديات هنا. إيش حيخلي طفل أو حيخلي الأم تتخذ القرار إن أنا ابني بدل ما حيسجل هنا حيسجل في النبتة إيكو كيدز؟ كان لازم تكون لدي قيمة مضافة، وهذا إحنا بنحاول نسويه وهذا طرحنا. فإحنا قدمنا خدمات بأفضل طريقة ممكنة حتى في المجالات المختلفة، جبنا أفضل المدربات اللي إحنا نعرفهم واستقطبناهم وادينا لهم القيمة المضافة، ادينا لهم يعني زي ما تقول إضافة على البرنامج حقهم، بحيث أن الطفل يخرج سواء هو تعلم رياضة أو لعبة أو رسم وإلى آخره يخرج بالقيمة المضافة معها. فبتشعر الأم في البيت إنه ابني بيتعلم في شيء إضافة، يعني في شيء غير مثلا الرياضة اللي عملها، في شيء قيمة مضافة جابها مع البيت. نفس الشيء في الرحلات الصباحية حتى المدارس، احنا شفنا حتى متوسط السعر ونزلنا عنه شوية ورفعنا خدمات، قلنا معلش في الأول مو لازم يعني ربح، نخليه الهامش يكون الربح بسيط، بس خلينا نكسب ثقة المدارس ونعمل لنا سمعة. الشريك الأساسي لهذه المنشآت الاجتماعية ورائد الاجتماع المختلفة هو الإنسان، البيئة، الاقتصاد، المجتمع، الحكومات وغيرها. هذول كلهم عبارة عن عناصر مهمة وأفراد مهمين جدا في صناعة وخلق هذه المؤسسات ودعمها لتستمر دائما. فاليوم أنت لما تقدم خدمة اجتماعية معينة أو تأسس منشأتك أو مؤسستك أو شركتك أو غيرها في مجال اجتماعي، هدفك الأساسي هو إيش؟ هو أنك تأثر في المجتمع، هو أنك تخدم المجتمع، هو أنك تقدم خدمة مؤثرة فعالة تصنع فرق أساسي وجيد، فالكل حيدعمك. يعني الإنسان اليوم اللي بيعيش في مجتمع ما حيشعر فعلا أنك أنت تحبه، حيشعر فعلا انك انت جزء لا يتجزا من كيانه، حيشعر فعلا ان المنتج اللي حتبيعه او الخدمه اللي بتقدمها او وات ايفر بتقدمه اليوم هو عباره عن حاجه بتساعد وتساهم بشكل جيد في بشكل جيد في يعني تسهيل حياه هذا الانسان. انا شركه خدمه مجتمع، فانا اقول للشركات الاخرى هذا الطرح اللي احنا نطرحه، احنا خدمه مجتمع، تعالوا انا اعمل لكم برامجكم، انا اعمل لكم برامج خدمه المجتمع بطريقتي انا، انفذ برامجي انا واحط عليها رعايتكم. فايتس وين وين سيتويشن، انا قدمت برامجي وهم يعني سووا خدمه المجتمع اللي هم بيسووها. صفات الرياديين تقريبا واحده، انه يكون عنده الشغف، يكون عنده الرغبه، يكون عنده الاصرار، يكون عنده تحمل المخاطر، يشعر باهميه دوره وكل دي الامور. الفرق الاساسي يعني اللي يفرق يمكن رائد الاعمال الاجتماعي من الربحي هو حاجه واحده، انه يؤمن بالتاثير اللي حابب يخلقه من خلال هذا المشروع. يعني صاحب الاعمال التجاريه بينظر لمشروعه انه يبغى يكبر ربح ويكون عنده مثلا اكبر فروع في العالم ويكون عنده فلوس مره كثير، which is مو غلط، هذا حق المشروع برضه كمان. ولكن رائد الاعمال الاجتماعي دائما يبحث في توجه واحد وكيفيه خلق اثار اجتماعيه مستدامه. فهذا يمكن اللي يفرق، انه هو عنده هذا الشغف، عنده هذه الرغبه، عنده هذه الرؤيه واضحه جدا قدامه. اعتقد انه ايماني بالمشروع وشغفي به يمكن هذا يعني هذه الإضافة اللي أنا قدرت أضيفها للنبتة، يمكن هذا الإحساس والشعور اللي قدرت أوصله للآخرين، والآن فريق النبتة كله فريق شغوف، وأظن يعني لو ما كان الإنسان عنده هذا الشغف فما أتوقع من غير إنه هو حيشتغل بهذا الشغف وبهذا الإيمان. فمهم جدا الإيمان بالفكرة، ويعني
والشغف في العمل. أنا أتمنى اليوم من جميع الشباب والسيدات إن هم فعلاً يشعروا بقيمة مجتمعهم، يشعروا فعلاً إن هم دور وإن هم جزء لا يتجزأ من هذا الكيان. دائماً أشبه الشباب والبنات والمجتمع أو أفراد المجتمع بصفة عامة زي قطع البازل أو قطع اللي هي التركيبة الصغيرة هذه. إذا كل إنسان عرف قيمته وعرف دوره وعرف مهمته ووضع نفسه في المكان الصحيح، يستطيع نحن يكون لنا صورة جميلة جداً لهذا المجتمع. المجتمع لا يتكون إلا بنا، وهذا المجتمع إذا ما استطاع أن يقوم بأفراده بشبابه وبناته ما حيستطيع أنه ينهض بشكل جيد. فنتمنى أنه اليوم يكون حتى وعينا التجاري، وعينا الاجتماعي، وعينا الاقتصادي والبيئي والتربوي وغيره يكون فعلا وعي يعتمد أساسا وحقيقة على مفهوم الفائدة والأثر الإيجابي لهذا المجتمع الكبير ولهذا الوطن الجميل. أشوف النبتة الأم وخرج منها مجموعة من الفروع والأذرع اللي هي تشكل الاستدامة للنبتة الأم، عشان تستمر النبتة الأم في تقديم خدماتها للمجتمع دون مقابل. أنا مصرة أن يكون عندي هذا النموذج اللي إحنا ما زلنا نقدم يعني خدماتنا للمجتمع، بالذات المدارس. أنا أصر على كلمة المدارس، إنه جيل المستقبل، غرس القيم في جيل المستقبل من غير أي مقابل، من غير ما نثقل على كاهل المدارس، نقدم لهم خدماتنا من غير مقابل، بس يكون في الأذرع الثانية اللي هي اللي تحقق دخل اللي تصب في النبتة الأم. إذا وجدت الوقت الكافي ورغبت في خدمة مجتمعك، باب العمل الاجتماعي والخيري في خير معنوي ومالي لك. يوجد عوامل مالية ومجتمعية كثيرة حتساعدك على تحويل وقتك وجهدك إلى إنجاز له مكاسب مالية ومعنوية حتساعدك على تأسيس مستقبل أفضل لك وللمجتمع. ابحثي دوما عن من تتناغم أفكاره مع أفكارك. بقليل من العصف الذهني المشترك ممكن تتوالد الأفكار الكبيرة. إذا احتجتي إلى تراخيص نظامية، الحصول عليها ما هو صعب. في عالم أدوات التواصل الاجتماعي والإنترنت، إن إيصال أفكار وإشهار الفعاليات والمبادرات بات أسهل بكثير. مجتمعنا يحتاج منا كسيدات مشاركات أكثر فعالية في العمل الاجتماعي، ويعطينا حق التكسب المالي مقابل أفكارنا وجهدنا، تماماً كما تفعل المؤسسات المتخصصة في مجال المسؤولية الاجتماعية. تستطيع الفتاة أو السيدة تكرار ذات التجربة والخطوات. المعادلات واضحة: البحث عن إشكالية اجتماعية أو عن مبادرة تطويرية وتصميم حل متكامل أو حتى لو جزئي، ثم البحث عن مصادر تمويل تضمن دخل مستدام. الربحية مهمة للمؤسسات الاجتماعية لخلق الاستدامة. الدول والمجتمعات تعول على مؤسسات العمل المجتمعي والخيري في تقديم ابتكارات وحلول لإشكالات المجتمع. حتى المشروع الاجتماعي يحتاج اهتمام بوجود العامل الإداري والمالي لضمان نجاحه واستمراريته. نستقبل أسئلتكم عن الريادة الاجتماعية أو عن أي موضوع اقتصادي ثاني على حساباتنا في تويتر أو على هاشتاغ البرنامج. وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، أشوفكم على خير إن شاء الله الأسبوع الجاي في سيدتي إن بزنس مع ولاء نحاس.